السلام عليكم. اليوم احنا في مطار تورنتو في كندا، واحنا بصدد استقبال عائلة عراقية تم اكمال معاملة الكفالة اللجوء الى كندا من الامارات، والحمد لله والشكر المعاملة انجزت خلال تقريبا اقل سنتين تحت نظام الكفالات منظمات. الشكر كل الشكر العائلة اللي كانت كلش متساهلة ويانا، كملنا معاملتهم، وشكر كذلك لكل المدراء والفالنتير اللي راح يقومون بمساعدتنا بتسهيل كل الأمور اللي تحتاجها هاي العائلة العراقية. أهلا وسهلا بهم، وهسه راح نشوفهم دا يوصلون إن شاء الله بالسلامة. أهلا وسهلا. على السلامة. أهلا وسهلا بأستاذ عصام. إن شاء الله كندا تكون البلد اللي راح يفتح لك كل الأبواب وتستقر أنت وعائلتك هنا. أهلا وسهلا بكم اليوم، مرحبا. شكر جهودك اللي تحدث أنا وصلت. الله يخليك وسلمك. الحمد لله وشكرا. خليكم الله على السلامة. واليوم في مطار وينزر نستقبل عائلة أخرى إن شاء الله، خلونا نستقبلهم. أهلا وسهلا بهم. شلون هيك؟ 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 شلون هيك؟